السلام عليكم الزول فلوين، الحمد لله راكم كاع بخير. على بالكم بلي 14 اكتوبر 2014 هادو، وهذه راني في اسبانيا، راني في سيفيا. على بالكم بلي المسلمين قاعدوا هنايا قريب 800 سنه وخرجوهم. تعرفوا على خرجوهم؟ ما كناش قلب الرب في رحبه، كنا متقسمين كيما اليوم هاكم تشوفوا رانا متقسمين. يعني 14 2000، نهار 14 اكتوبر 2014، وصرة في الجزائر، الشرطة يعني المؤسسة الأمنية واش داروا؟ تفهموا، داروا مظاهرة سلمية باه يديروا لهم نقابة، ان سانديكا تاع لي بوليسيا. على بالكم باللي سفروا بزاف في غردايا، في ألجي، بارتو، وكان عندهم مطالب فنية، 39 مطالب، يعني باه يتهلاو فيهم، باه يعني المؤسسة الأمنية في الجزائر تخدم بطريقة حضارية وقانونية. وفي هذاك الوقت حنايا وقفنا مع الشرطه، حنا نحترموا المؤسسه الامنيه، نحترموا المؤسسه العسكريه، نحترموا المؤسسه الدبلوماسيه، وما داروا بهم. وانا كنت في المراديه مع الشرطه ونساندهم مع كاع الشعب الجزائري. اليوم هذا النظام فاسد، هذه المافيا تاع 40 سراك. وعلى بالكم بلي حتى حاجه ما تبدلت من 22 فبراير. تعرفوا علاه ولا لا؟ باسكو لو 2 افريل وصرى انقلاب في الجزائر، يعني الرئيس، وعلى بالكم الرئيس بوتفليقة كان ميت، خرجوه. صح ساهل باه يخرجوه، تعرفوا علاه؟ واحد ميت تقول بلي نخرجوه ساهل، ما يقدرش يهضر، مات الله يرحمه. واليوم كيفاه 9 شهور فاتوا وبدوي ما يقدروش يخرجوه؟ الشعب الجزائري اللي خرج بوتفليقة لو 2 افريل ما يقدرش يخرج بدوي اللي زور 6 ملايين استمارات، 6 ملايين استمارات زورهم، ما دخلوا الحبس، ما شاف وكيل الجمهورية، وما شاف جوج، ما شاف والو. يعني هذا بروب، هذا ما دار والو. هذا هو فاسد الأول في الجزائر، وراه يحكم في 43 مليون جزائريين. ان فويو، ان اسكرو، ان كورومبو، il gouverne 43 مليون الجزائريين، وحنا ساكتين، احنا ما قدروش نخرجوه. اللي راه يحكم في الشعب الجزائري بالطريقه غير قانونيه، غير دستوريه، غير شرعيه، ما قدروش نخرجوه حنايا. وراه ساكت وين؟ 300 متر برك على البريد المركزي، 300 متر برك. يعني 43 مليون جزائريين ما قدروش نخرجوا بدوي اللي راه 300 متر على البريد المركزي في ألجي، وقدرنا نخرجوا بوتفليقه اللي ولا ديكتاتوري 20 سنه، وهذا الفاسد تاع بدوي ما قدروش نخرجوه. وقايد صالح والعسكر ما يقدروش يخرجوا بدوي. هذه ما تخرج كاع في الراس، ما تخرج كاع في الراس. يا العسكر راك تقول بلي راك مع الجيش، راك مع الشعب. هيا بسم الله، اول نوفمبر من بعد صلاه الجمعه نخرجوا في رحبه هذا بدوي اللي زور 6 ملايين استمارات ودخلوا الحبس. ياه راك تقول هكا قايد صالح، راك مع الشعب، راك مع الحراك. هيا بسم الله، لو كان ما تقدرلوش حنا نعاونوك مع الشعب الجزائري ومع المؤسسة الأمنية. احنا يرانا مع المؤسسة الأمنية، احنا يرانا مع الجنود اللي راهم يحموا في الحدود، احنا يرانا مع الشعب الجزائري، ونحترموا نحترموا نحترموا الشهداء اللي ضحوا به الجزائر تكون حرة اليوم. 9 شهور فاتوا، نطلب من المؤسسة الأمنية، من الشرطة، بيعاونونا كما عاوناهم 14 اكتوبر 2014 باه نخرجوا هذا بدوي، ماشي بالعنف، خاطينا العنف حنايا، بالطريقه السلميه، بالطريقه الديمقراطيه، بالطريقه قانونيه، وبالطريقه حضاريه. لانه هذا بدوي من 2 جويلية، من 2 جويلية، ما عنده حتى صلاحيات، ما عنده حتى حكم بالطريقه القانونيه. باسكو كي خرجوا بوتفليقة لو 2 افريل، الموندا تاعو 3 شهور برك، 3 موا برك، مي جوان جويي، يعني من 2 جويي ما عنده حتى صلاحيات، إن أوكون ليجيتيميتي، ما عنده حتى شرعية. من حق الشعب الجزائري نخرجوا بدوي، ماشي بالعنف، بالقانون وبالقانون، نخرجوه لو 2 لو 1 نوفمبر ان شاء الله 3، نخرجوه بدوي مع الشرطه تاعنا، مع الجيش تاعنا،
ومع الشعب تاعنا. باسكو على بالكم لو كان نبقاو كيما هاك هذه المافيا شراي دير راهي تبيع في البلاد، راهي تبيع في البلاد. شفتوا واش داروا مع توتال؟ 50% من البترول تاع الجزائر مدوه لفرنسا شركه توتال. وشفتوا القانون القانون تاع الغاز وتاع البترول، باعوا بلاد كومبلي، باعوها الامريكان، باعوها اسبانيا، راني فيها اسبانيا. وشوفوا اسبانيا كي ولات ورده بالدرهم تاع الغاز وتاع البترول تاع الجزائر، ولات ورده. 82 مليون توريست يجوا هنايا كل عام، ولات ورده. اسبانيا فرنسا ورده، طاليان ورده، امريكان ورده، بالدرهم تاع الشعب الجزائري، بالدرهم تاع الشهداء ربي يرحمهم. ودوكا نفهمكم حاجه باه تفهموا باللي لو كان نخلوا الوقت يفوت، يا والله لا كلونا ياكلونا هذه المافيا تاكلنا، تاكلنا مع فرنسا، تاكلنا مع الامريكان، تاكلنا مع طاليان، تاكلنا مع الروس. هذو ما يبغوش خير تاع الشعب الجزائري. دوك نفهمكم بيان كوم يفو، بيان كوم يفو. على بالكم لماذا هذه المافيا هذه ما بغاش تعرف الشعب؟ دوك نقول لكم علاش. هذه المافيا باه راهي تعيش، راهي تعيش بالغاز والبترول. 96% من الدراهم اللي يدخلوا في البلاد ما يدخلوش من الضرائب تاع الشعب، ما على بالهمش كاع بالشعب. الدراهم الكنز، ثروة تاع البلاد، الغاز والبترول. يعني ديروا قطوطة ولا فيران ولا مانيش عارف حاشاكم، ديروا بقر ولا ديروا مانيش عارف، ما على بالهمش كاع. هما رابحين ماشي بالشعب، رابحين بالغاز وبالبترول. يعني ما بيقتلوا 43 مليون جزائريين ما على بالهمش كاع، باسكو ما يربحوا والو بالشعب، ما يربحوا والو. الشعب الجزائري ولا مشكل بالنسبه لهذه المافيا. هما يستعرفوا بالامريكان، بالفرنسا، بالروس، باسبانيا وبالطاليان، باسكو هما يعاونوهم بيخرجوا الدراهم تاع الغاز وتاع البترول. الشعب ما يديروا به والو، هذاك الشعب ولا مشكل بالنسبه لهم. لو باب الجيريان اي ديفوني ان بروبليم بور لا مافيا. ميم سي لا مافيا تو 43 مليون دالجيريان، سا نو لي ديرانجرا با. Car les richesses de l'Algérie ne viennent pas des impôts, elles viennent du gaz et du pétrole. Et les seuls partenaires de cette mafia, ce sont les Américains, les Russes, les Français, les Italiens, les Espagnols. Ils n'ont pas besoin du peuple algérien pour s'enrichir. هذه النقطة لازم تسجلوها مليح في راس تاعكم. هذه المافيا ما دير بالشعب والو، ما دير به والو الشعب. هي الشعب تاع لا مافيا، الامريكان، اسبانيا، طاليان، الروس وطاليان. هذا هو، هذو هما لي بارتنير، هذو هما لي بغوا يخدموا معاهم. على هذا الشيء لو كان نطولوا ما نربحوا والو. لازم الاول نوفمبر، اول نوفمبر، اول نوفمبر نخرجوا بدوي. لازم لازم ماشي نديروا مظاهره في طامن راست ولا اليزي ولا نعامه، لازم نديروها قدام الكسر حكومه، قدام الكسر حكومه 300 متر على البريد المركزي قدام لا غروند بوست في الجزائر. لازم كاع نكونوا في بلاصه واحده، ماشي في بويرة ولا تلجي وزو ولا بالجاية ولا وهران ولا مسخالين، في ألجي. ألجي 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 طيح مافيا طيح. نعودها لكم، ألجي طيح مافيا طيح، ألجي طيح مافيا طيح. وألجي شكون يريحكم في البلاد بالنسبة للعالم؟ بدوي. كي صرا ما يحكم والو، ما رايحكم والو. أنا نهدركم قانونيا، ما رايحكم والو. اللي رايحكم قانونيا بالنسبة للعالم بدوي، نطيحوا بدوي قاعد قاعد يطيحوا، فهمتوني؟ طيحوا بدوي قاعد يطيحوا، لا مافيا طيح. دونك نعطيكم موعد إن شاء الله، وعلى بالكم أنا نهضرش في الهواء، نكون في ألجي إن شاء الله، نكون في ألجي إن شاء الله، ونكون في ألجي إن شاء الله، وحتى واحد ما يخوفنيش، وعلى بالكم ما نخاف حتى واحد إلا من ربي سبحانه وبارك. أول نوفمبر إن شاء الله، من بعد صلاة الجمعة، أمام أكثر حكومة وبالطريقة السلمية قانونية حضارية ديمقراطية نخرجوا بدوي. وكي نخرجوا بدوي المافيا تطيح، والشعب يتطبق المادة 7 تاع الدستور الجزائري، الحكم عند الشعب ماشي عند المافيا هذه. وما تنساوش هذه المافيا ما تدير بالشعب والو، ما تدير به والو الشعب، هي تحوس الغاز والبترول. على هذا الشيء باعوا البلاد باه يخبوا الدراهم تاع الشعب الجزائري وتاع الشهداء ربي يرحمهم في سويسرا، في فرنسا، في بلجيكا، في الامارات وفي لبنان. ولا ما تنساوش اول نوفمبر من بعد صلاه الجمعه
نطيحوا بالطريقة السلمية بدون عنف بدوي اللي راه يحكم في الجزائر بالطريقة غير الشرعية de façon illégitime. Le pouvoir du Premier ministre Bedoui est illégitime depuis le 2 juillet 2019. بارك الله فيكم، تحيا الجزائر، والله يرحم الشهداء.